أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكي عن مكشوف، تأتيكم عبر قناة الفلسطينية وإذاعة وتلفزيون فلسطين. يعتبر قانون الضمان الاجتماعي ضامنا للأمان والاستقرار للشرائح المجتمعية كافة، وحماية لها ضد المخاطر التي تهدد مصادر رزقها. ويسهم هذا القانون في توفير الحماية الاجتماعية، وخاصة في سن الشيخوخة وعند إصابات العمل ومستحقات الأمومة والعجز والمرض وغيرها. السؤال المطروح: إلى أي مدى يتطابق القانون الخاص بالضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص مع هذا الطرح؟ ومن هي الجهة المسؤولة والضامنة له؟ وهل مستحقات العاملين مضمونة أم هي عرضة للربح والخسارة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين والمنطقة برمتها؟ هذه الأسئلة وغيرها سنستعرضها مع ضيف البرنامج دكتور عاطف علاونة، الخبير الاقتصادي والأكاديمي، وكيل وزارة المالية الأسبق، يعني عديد المسميات. دكتور، أنت غني عن التعريف. شكرا. كما بإمكانكم أعزائي المستمعين والمشاهدين المشاركة معنا عبر هذه الصفحة، الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك، أو الاتصال بالبرنامج للإدلاء بآرائكم على الرقم الظاهر على الشاشة. لكن أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل. في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس صلينا على الأسفل. في القدس من في القدس إلا أنت. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. اسمحوا لي أعزائي المستمعين والمشاهدين قبل أن نبدأ هذه الحلقة أن أتقدم باسمي وباسم أسرة برنامج حكي عن المكشوف إلى أهالي ضحايا الحادث الأليم والمفجع الذي وقع فجر هذا اليوم للمعتمرين الفلسطينيين أثناء ذهابهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. باسمي وباسم زملائي أتقدم بالتعزية الحارة إلى أسر الضحايا، ويعني الله يرحمهم جميعا. وأنا شخصيا يعني بأضم صوتي إلى صوتك أخ ماهر، وحر التعازي لشهداء العمرة، شهداء بيت الله الحرام. نعم. رحمهم الله، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم، وإن شاء الله عمرة مقبولة، وحر التعازي لهم ولأهلهم. ويعني إحنا يعني مش موضوعنا هذا، ولكن صحيح. يجب على وزارة الأوقاف أن تحقق في هذا الحادث، وإذا كان في أي تقصير من أي جهة يجب أن توضع النقاط على الحروف، لأن حياة الناس هي يعني صحيح. الإنسان يعني هو أغلى ما نملك. وما يثير يعني التساؤل إنه قريت اليوم إنه قبل 3 سنوات في هذا اليوم بالذات في نفس التاريخ حصل نفس الحادث وتوفى 16 معتمر. والآن قبل 3 سنين بنفس التاريخ يعني بنفس اليوم، فبالتالي في إنه في الموضوع ربنا يستر. الله يستر. يعني على كل أحوال موضوعنا هو موضوع يمس كل مواطن فلسطيني، موضوع الضمان الاجتماعي، وله علاقة بالحوادث، وله علاقة بكل شيء، وله علاقة بالإصابات، وله علاقة بالوفاة. حتى دكتور نفهم ما يجري في موضوع الضمان الاجتماعي، لأنه كما قلت هذا موضوع يمس كل مواطن فلسطيني. صحيح. ما هو المطروح على الطاولة؟ خلينا نفهم إيش هو الموضوع؟ يعني بداية شكرا. يعني إيش المقصود كمان؟ خليني أضيف، إيش المقصود بنظام المنافع المحددة، المساهمات المحددة، وخاصة أن القانون أقر، يعني أصبح أمر واقع الآن القانون. صحيح. شكرا أخي ماهر لاستضافتك لهذا البرنامج لمناقشة هذا الموضوع الهام اللي زي ما ذكرت يهم جميع شرائح المجتمع، ليس الشباب فقط وإنما الشباب وكبار السن، هو يهم العاملين ويهم المتقاعدين. ما هو مطروح هو عبارة عن نظام يوفر الدخل لمن يحتاج الدخل في الحالات التالية، وهذا ما تم تحديده في المادة 3 من القانون. في حالة بلوغ الشيخوخة، أي عندما يبلغ العامل 60 سنة، وفي حالة لا سمح الله حدثت إصابات عمل أدت إلى عجزه جزئي أو كلي، وبالتالي النظام يوفر له أول شيء الرعاية
بوفر له العلاج، بوفر له التأهيل، وبوفر له راتب تقاعدي. وفي حالة وفاة المعيل، إذا ما توفى المعيل فبالتالي يوفر للورث راتب تقاعدي بيضمن لهم الحياة كريمة. بالإضافة إلى ذلك هو يغطي الإصابات الطبيعية والوفاة الطبيعية، ويغطي المنافع العمومية بحيث أن السيدات في حالة الحمل هي تستطيع أن تأخذ مستحقاتها بمقدار 12 أسبوع راتب، 12 أسبوع من صندوق الضمان الاجتماعي وليس من صاحب العمل. هذا النظام يقوم على التكافل والتضامن بحيث أن الفئات الغنية توفر وتساعد في الفئات الفقيرة، هو يساعد في الفئات اللي مش محتاجة تساعد الفئات المحتاجة. يقوم النظام على المشاركات، يعني مشاركات صاحب العمل والعامل، يتم استثمار هذه الأموال ومن عوائدها ومن المشاركات يتم دفع المستحقات اللي موجودة. وهذا النظام هو يعني متعارف عليه ومعمول به في كل دول العالم. مش اختراع فلسطيني، يعني النظام هو مش اختراع فلسطيني، ولكن كل دولة يعني تكون بصياغة النظام وفق لمعطياتها وظروفها الخاصة. وإحنا استضافتك لأنه عندنا ظرف خاص، وضعنا خاص، بدنا نسأل أسئلة خاصة في هذا الموضوع. لو قلنا دكتور أنه بنبلش، يعني حتى الكل يعرف أنه إحنا بنحكي هون عن القطاع الخاص وليس القطاع العام. أولا المقصود هنا القطاع الخاص، لأن القطاع العام هو مضمون من الحكومة يفترض. هو ليس مضمون، هو في البلد يعني إنه معاشات من الحكومة. في البلد في نظام تقاعد. في معظم الدول في نظامان، نظام تقاعد للعاملين في القطاع العام، ونظام تقاعد للعاملين في قطاعات غير حكومية. فإذا نحكي عن كل الحكومة، غير الحكومية بما القطاع الخاص، الانجي اوز، المجالس المحلية، الجامعات، أي شيء غير حكومي، كل من يعمل وفق قانون العمل. عظيم. هل هذا يعني أنه العاملين في القطاع الحكومي غير قادرين على الانضمام لهذا حسب النصوص المتوفرة في الوقت الحاضر هم غير قادرين. هلا إذا ارتأت الحكومة لاحقا أنه تفتح المجال بالانتساب أو الالتحاق والانتقال فيما بين النظامين، هذا وارد جدا. بس احنا في البداية اعتقد انه لازم تكون الامور واضحة بحيث انه كل قطاع يعتني في نظامه ويقوم بتطوير نظامه ويشوف ظروفه المالية اللي موجودة فيه، وخاصة انه احنا بنحكي عن نظام القطاع العام ونظام قديم، وبالتالي هيئة التقاضي الفلسطينية هي موجودة متوفرة وعندها اموال، وانت لا تستطيع ان تلحق بها او تعمل اتحاد مع مؤسسة جديدة. فبالتالي لازم تمشي لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، لازم بتاعت القطاع الخاص، لازم النظام يشتغل، وبعدها بصير في تفكير في إمكانية الالتحاق أو إمكانية الدمج أو أي شكل في مرحلة لاحقة. نعم في مرحلة. ولكن دكتور يعني إحنا لما بنيجي بنحكي إنه أنتم بتحكي هون تقريبا، إذا كيف أنا فهمت منك، كأنها شركة خاصة أو قطاع خاص هون، مش لا هو يعني لا. بمعنى آخر ما في ضمانات حكومية لهذه المؤسسة، في قانون فلسطيني يلزم الموظف، ولكن هذا القانون ما بده ضامن، بده حماية. مين يعني هذا السؤال مهم، يعني كمان مهم ان ناكد ان الضمان الحكومي لا تدخل ضامن مالي، والحكومة لا تدخل ضامن مالي حسب القانون حتى في اموال هيئة التقاعد الفلسطينية. دور الحكومة دائما في انظمة الضمان الاجتماعي هو دور تشريعي ورقابي، بحيث ان هي تشرع الانظمه والقوانين التي تكفل وجود نظام عادل يتسم بالانصاف والشفافيه وتضمن اداره سليمه، فهي الرقيب على النظام دائما. ومؤسسه الضمان الاجتماعي هي ليست بشركه خاصه، وانما هي مؤسسه عامه، وبهذا المفهوم هي قادره لرقابه كل جهاز الاجهزه الدستوريه الفلسطينيه، ابتداء من السيد الرئيس والمجلس الوزراء والمجلس التشريعي وهيئه مكافحه الفساد والديوان الرقابي الاداري والمالي. كل هذه الاجهزه والدوائر تراقب وتدقق على مؤسسه الضمان الاجتماعي لاهميه هذه المؤسسه، ولانها تتعامل باموال عمال، ولا تتعامل بأموال قطاع خاص، ولا تتعامل بأموال استثمارات بالدرجة الأولى، وإنما تتعامل بأموال عمال ومتقاعدين تأخذ حساسية خاصة، وبالتالي كل هذه الأجهزة تراقب هذه المؤسسة. بالإضافة لذلك المؤسسة سوف تبنى إن شاء الله كما هو متعارف عليه وفق الأنظمة المعمول بها التي تضمن قدر كبير من الشفافية والحوكمة والحكم الرشيد. يوجد في هذه المؤسسة عدد كبير من اللجان، لجنة التدقيق الداخلي، لجنة المخاطر، لجنة الاستثمار، مجلس الإدارة المشكل من ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، ومن ممثلي الحكومة، وخبراء مستقلين مهنيين. هذه كل الأجهزة بمعنى التركيب الإداري اللي نعمل وما يحتوي من صلاحيات ومهن هو الضامن بأن هذه المؤسسة راح تستمر.
وللمجلس الوزراء والسلطة الفلسطينية الحق في التدخل في أي وقت ترى بأنه هاي المؤسسة في عليها أي خطر. طيب هلأ من حق الحكومة، افرض الحكومة انزنكت بكرة تيجي تأخذ مصريات؟ لا لا يجوز، النظام يمنع هذه أموال، إذا كما ذكرنا هي أموال القطاع الخاص وليست أموال الحكومة. ممكن للحكومة أن تستدين من هذه المؤسسة كما تستدين من المؤسسات الأخرى، ولكن لا تستطيع أن تستولى هذه الأموال، لأن الأموال تحول مباشرة من الشركات إلى الحسابات، إلى ما يسمى بالصندوق اللي هو نظام الدي بي، نظام المنافع المحددة، وترصد وتوضع في البنوك ويتم استثمارها. فبالتالي في خطة استثمارية وموافق عليها، وإذا أقر القانون، والقانون الحمد لله أقر وتم التوقيع عليه وهو في طريقه إلى النشر إن شاء الله، فبالتالي أصبح محرم على الحكومة أن تمس هذه الأموال، بمعنى تعاملها وكأنها أموال دولة. هي ليست بأموال دولة، هي أموال عامة تعود للمنتفعين والمشتركين اللي هم العمال، العمال الذين يساهمون، هذه أموال العمال وليست أموال الدولة. طب ولكن دكتور، يعني الحكومة تدير صندوق التقاعد، هني أحكي أنا برمج عنك شوف، يعني ما في مجال أنه صندوق التقاعد لموظفي الحكومة في يفترض وصححني إذا أنا مخطئ، تقريبا 6 مليار شيكل. 6 مليار شيكل هاي مش موجودة، الحكومة أخذتها. هل هي أخذتها اقتراض وستدفع عليها هذا ولا أخذتها قانون التقاعد العام يا صديقي، المادة 121 من قانون، مادة 21 من قانون التقاعد العام بتقول إذا تأخرت الحكومة عن تحويل مستحقاتها، هي حصتها وحصة الموظف، أكثر من 45 يوم فتحول هذه الأموال إلى قروض، وبتدفع الحكومة عليها فوائد وفق ما هو معمول به في الجهاز المصرفي. وبالتالي وزارة المالية، صحيح وزارة المالية والسلطة الفلسطينية لم تحول خلال السنوات الماضية كامل المستحقات، مما أدى إلى تراكم المبلغ، وصل زي ما تفضل إلى حوالي 2.2 مليار دولار، ولكن هلا شكلت وزارة المالية 8 مليار شيكل تقريبا وأكثر، يعني زائد ناقص. فهلا شكلت وزارة المالية مع هيئة التقاعد الفلسطينية لجان، الجان اللي يسمونه لجان التحاسب. ولكن في هذا الموضوع بالذات لابد من الذكر بأن وزارة المالية تقوم بسداد الرواتب التقاعدية أيضا، فبالتالي من شنو وزارة المالية ما بتحول كامل المستحقات، ولكنها بتدفع الرواتب التقاعدية. في موازنة 2015 على سبيل المثال كانت دفعت الحكومة الفلسطينية، لا يعني أنا هذا سؤال، لا مو للتوضيح، مو دفعت حوالي 220 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار. فبالتالي الحكومة تساهم، يعني حتى في قانون التقاعد الخمار والحكي للجمهور، حتى قانون الحكومة ما بتقدر تستولي على أموال هيئة التقاعد، والحكومة هي ليست ضامن لصندوق التقاعد للقطاع العام. حتى في صورة قانون التقاعد الموحد، قانون 7 سنة 2005، ينص على أن الحكومة ليست بالضامن المالي، لا يوجد ضمان مالي في أي نظام تقاعد ولا أي ضمان اجتماعي في كل العالم، ولا دولة تضمن. النظام هذا يقوم على الاشتراكات، الدولة تساهم في الرعاية الاجتماعية والرقابة في الرعاية الاجتماعية من خلال الموازنة اللي هو بندفع من خلال الشؤون الاجتماعية. لا احنا نرجع بنرجع للمقدمة بتاعتك أخ ماهر، احنا في عندنا تقاعد، التقاعد هو توفير الدخل في الحالات اللي ذكرناها، الضمان الاجتماعي يضاف عليها الأمومة، يضاف عليها البطالة، يضاف عليها التأمين الصحي راح يجي لاحقا، وهدول النظامين يتم تمويلهم من الاشتراكات. بينما الرعاية الاجتماعية اللي هي تدفع للعائلات الفقيرة، لكبار السن، للإعاقات، فلمن ليس له دخل هذه تدفع من الموازنة، فبالتالي الحكومة تتحمل تمويل الرعاية الاجتماعية وصولا إلى الحماية الاجتماعية في البلد، حتى في ظل وجود ضمان اجتماعي أو تقاعد وإلى آخره. طبعا ملزم. ليش؟ لأنه الضمان الاجتماعي والتقاعد هو يمول يقوم على الاشتراكات، بمعنى من يشترك، من يلتسب يلتحق في النظام ويسدد الاشتراكات هو يستحق. طب يعني أنت بمعنى آخر عم بتقول لي دكتور، أو بتحكي للإخوة المستمعين والمشاهدين، أنه أنتوا هاي الأموال واللي هي ستصل تقريبا بين 300 ل 400 مليون دولار سنويا من القطاع الخاص التي يتم قطاعها، صحيح انتم راح يعني هاي الجهه مؤسسة الضمان الاجتماعي او الى اخره، مؤسسة الضمان الاجتماعي بدها تبلش تستثمر الاموال. نعم. واحنا، وانا كمان قلت في مقدمتي انه احنا وضعنا غير مستقر في فلسطين. نعم. وايضا الوضع في المنطقه كلها على كفعه، صحيح دائما، صحيح. الاستثمار هذا اذا ربح ممتاز، لكن اذا خسر طبعا شو بصير؟ يعني الاستثمار دائما معرض للربح والخسارة، ولكن النظام اللي انوضع لمؤسسة الضمان الاجتماعي واللي استعان بأفضل الممارسات الدولية نص على أن يكون في عندك دائرة استثمار متخصصة،
يكون لجنة استثمار منبثقة من مجلس الإدارة وتضم خبراء ماليين، نص على وجود ما يسمى بالوثائق الاستثمارية وتحديد معايير الاستثمار، نص على أن يتم تنويع وتوزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة وعدم التركيز في قطاع واحد. على سبيل المثال لا يجوز الاستثمار في البورصة بنسبة أكثر من 10%، لا يجوز الاستثمار في أي قطاع أكثر بنسبة 5%. فبالتالي مبدأ التنويع والتوزيع هذا وارد، التوزيع في الداخل والخارج، يوجد استثمارات في الداخل ويوجد استثمارات في الخارج. ليش؟ لأنه كمان المؤسس ضمان اجتماعي من مصلحتها أن تجيب عوائد كثيرة، تجيب عوائد لمصلحة النظام، لأنه حسب الممارسات الدولية والأرقام الموجودة الإحصاءات الرسمية ما يتم توزيعه على المشتركين هو يتشكل 20% من المساهمات و80% من العوائد. فبالتالي العوائد هي اللي بتضمن ديمومة والاستمرارية. حتى تضمن الديمومة والاستمرارية يجب أن يتم استثمار الأموال بالشكل الصحيح ومضمونة وزيرو ريسك، ممنوع يكون فيه مخاطر. هلا اذا تعرضت هذه احدى الاستثمارات الى مخاطر وممكن هذا جائز، يتم تغطيه هذا الخطر اما من خلال تامين على المخاطر او من خلال العوائد اللي موجوده من الاستثمارات الاخرى. وفي العالم كل تجربه العالم بتبين بانه عوائد استثمارات اموال التقاعد هي عاليه جدا، تتراوح بين 12-15% سنويا، وتختلف جدا عن الاستثمار قصير الاجل، لانه هاي الاموال سوف يتم استثمارها على المدى الطويل، يتم استثمارها في تمويل مشاريع بنيه تحتيه، في تمويل مشاريع كهرباء، في طرق، في شوارع، في محطات تحليه، بمعنى كل المشاريع اللي هي بحاجه الى رؤوس اموال ضخمه سوف يتم تمويلها، مش بس عندنا وانما في كل دول العالم يتم تمويلها من قبل اموال التقاعد. خلينا نعطيك بس رقم واحد، في كندا موجود اموال صندوق الضمان الاجتماعي عنده 1.8 تريليون دولار، في استراليا حوالي 2.2 تريليون دولار. هذه الاموال تساوي الناتج المحلي الاجمالي وهي المسؤوله وعباره عن مصدر تمويل متجدد للاستثمارات. اثار هذه الاموال، اثار الضمان الاجتماعي على الاقتصاد، على الاقتصاد الفلسطيني وعلى كل الاقتصادات، اثار كثير كبيره على المستوى الدخل والتشغيل. الاردن مثلا، الاردن قريب علينا حوالي 8، مؤسس الضمان الاجتماعي الاردني موجوداته حوالي 8 مليار دينار اردني بتستثمرها، وهي باكبر المستثمرين في اكبر الشركات اللي موجوده في اكبر القطاعات في الاردن. فبالتالي النظام على المستوى الاقتصادي الكلي هو نظام كثير مهم من الناحيه الاقتصاديه والماليه والاستثماريه، وعلى مستوى الفردي كثير مهم لانه يامن الحياه الكريمه ويضمن الحياه الكريمه لمن هو يحتاج، لمن بلغ سن 60 أو لا سمح الله لمن أصيب بحادث أو عند حالة توفاء المعيل. فالنظام هو جزء أساسي من الحماية الاجتماعية وجزء أساسي من الحقوق الاقتصادية اللي منصوص عليها في الدستور. قبل ما يعني رح أسألك أنا سؤال حول موضوع المستحقات السابقة، يعني هل هذا قانون وأقر؟ نعم. إحنا بنحكي عن قانون أقر بده يأخذ له فترة سنة سنتين ليصير نافذ. صحيح. ولكن أقر، رح أسألك سؤال ماذا قبل، يعني قبل شو بعد شو، ولكن بعد ما ناخذ اتصال معنا من بيت جلال. الاخ خضر مساء الخير. مساء الخير استاذ ماهر، اهلا بك، تفضل استاذ خضر. مساء الخير لضيفك الدكتور. مساء النور يا صديق. في الحقيقه بالنسبه للضمان هو عباره يعني اسمه على جسمه زي ما بقولوها، انه كفاله للانسان وكرامته ومستقبله سواء كان صحيح حي أو ميت. صحيح صحيح. بس بدي أوضح شغلي للدكتور، إنه بالنسبة للضمان هذا لازم يكون يشمل الجميع، يعني مش يكون اختياري، يعني على سبيل إجباري. قصدك إلزامي؟ إلزامي نعم. إلزامي نعم. نعم صحيح. كل يعني مثلا نيجي نقول كل شركة فيها أكثر من 5 موظفين لازم يشملها قانون الضمان. لا هو على حسب الدكتور، لازم حتى لو فيها موظف، لا يشمل الجميع حتى الموظف الواحد. يعني القانون أخي خضر، القانون بنص على أنه يشمل الجميع حتى لو موظف واحد، كل من يعمل في عقد عمل أو تسمى طبيعة عمل منتظمة، يعني بيشتغل أكثر من 15 يوم بالشهر فهو يدخل ضمن النظام. بالتالي النظام هو إلزامي على الجميع، وأنا بأيدك إذا ما كان إلزامي ما بحقق الهدف بتاعه. فكلامك سليم 100% والقانون راعى ذلك. نعم. وبعدين بدي ألفت نظرك لشغلة إذا سمحت، يعني تفضل سيد. تفضل. إنه الحكومة في إمكانية مثلا من بداية هذا الضمان الاجتماعي انه يتحولوا موظفين الحكومه يا دكتور يشملهم الضمان. هذا الحكومه على ميزانيه الحكومه، يعني زي ما بقولوها بالعاميه، خلينا نقولها من دهنه كليله. بس وين في الخطر؟ انه احنا
الضمان الاجتماعي لازم يكون في مشاريع اقتصادية ربحية، لأنه لما بيصير في المستقبل يعني على الفترة، يعني خلينا نقول على سبيل المثال 15 سنة مثلا، بدهم يصيروا يأخذوا رواتب. صحيح. فلما يكون صحيح تأخذ 10% وضح من رب وضحت العمل وتأخذ 10% من المشترك، عرفت كيف؟ طيب. مش كثير، خلينا نقول على سبيل المثال أوضح لك إياها، مثلا لو وضحت أخي خضر، يعني معنى متصلين ثانيين، أنا بعتقد وضحت الفكرة تماما. وإذا بتحب تعقب، لا أنا بأيد اللي حكاه الأستاذ خضر 100%، والقانون رأى هذا الحكي. وإذا يمكن سمعتنا بالأول الأخ خضر، أنا ذكرت بأنه عوائد الاستثمارية هي تشكل 80% مما يسمى بالثروة التقاعدية، فبالتالي يجب أن يكون في عوائد لألا، يعني العوائد التي تضمن الاستدامة المالية للنظام، فبدون ما يكون أرباح. حتى نوضح أكثر، حتى نوضح أكثر ونكون واضحين، أنه هذا هذه المؤسسة الضمان تم إقرار القانون وأصبح أمر واقع. نعم. القضية تحتاج الآن إلى يعني قضية تشكيل مجلس الإدارة، ومن هو المسؤول، من ومن ومن نعم من نعم تشكل نعم. قضية ممكن بدها إعداد متخصصين وموظفين وأجهزة وإلى آخره. صحيح. ولكن تم إقرار القانون، لكن حتى نوضح نسب، نسبة وتناسب. لا، أنت سألت عن المستحقات السابقة. المستحقات هذا سؤال مهم، يعني أنا لأنه هذا شركة مهم. فيها عمرها 10 سنين. صحيح. أو 20 سنة، فيها موظفين. نعم. لهم مستحقات، بجوز مستثمرينها هون أو هون. صحيح. أو هون. صحيح. شو إيه الصحيح؟ إنه في لغط كثير في السوق، وللأسف يمكن الأغراض تكون أحيانا نزيهة والأغراض غير نزيهة، وفي لغط في السوق بيقول بأنه النظام أو القانون سوف يستولي على مستحقات العاملين عندما يشتركوا في هذا النظام. هذا الحكي غير صحيح إطلاقا، ومنصوص عليه في المادة 116 فقرة 2 وبوضوح، بأنه جميع المستحقات العاملين لفترة ما قبل انتسابهم للنظام هي من حق العاملين، ويتم ترتيب يعني عملية الدفع بينهم وبين الشركة، بين العاملين وبين الشركة، والمعروف والنظام بيعرف المشترك في اليوم اشتراكه وفي شهر اشتراكه، ولا يوجد له أي علاقة بالسابق، ولا يستولي ولا يحصل ولا يأخذ ولا يطلب ولا بأي شكل من الأشكال أنه يأخذ الفلوس. بالعكس، ينص على أنه الأموال والمستحقات السابقة هي حق للمشترك يحصل عليها بالاتفاق مع الشركة اللي بيشتغل فيها حسب ظروف الشركة. عظيم. خلنا نأخذ اتصال آخر وبنكمل معنا الأخ تيسير. مساء الخير. مساء الخير إلى كل ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. اسمح لي أخ ماهر باسمي وباسم أهالي شهداء، باسمي وباسم أهالي فلسطين جميعا، نتقدم بالتعازي لأهالي شهداء العمرة جميعا، الله يرحمهم وأسكنهم الله وفسيح جناتي، الله يرحمهم. بدي أسأل الدكتور، أي الفئات المهمشة من الضمان الاجتماعي؟ وهل الضمان الاجتماعي يشمل آباء وأمهات الموظفين؟ وكيف كيفية الانتساب للمؤسسة الضمان الاجتماعي؟ وما مصير شرائح الطبقة الفقيرة؟ هل يشملهم أم لا؟ وشكرا لك وللدكتور. شكرا. شكرا يا أخي. الضمان الاجتماعي كما ذكرت في الأول، الضمان الاجتماعي بمعنى يفيد من يشترك فيه. فإذا بتحكي عن الأب والأم، الأب والأم هم بيستفيدوا من الضمان الاجتماعي في حالة الوفاة مثلا، إذا توفى الولد، فإذا كان الولد هو الذي يعيل الأب والأم فهم يعتبروا من الورثة وبالتالي بيستفيدوا منهم. هم بيستفيدوا من التأمين الصحي اللي احنا هلأ في القانون بتاعنا، التأمين الصحي والبطالة تم تأجيلها، وبالتالي لما تقر التأمين الصحي ويدخل الأب والأم أو الأخوات كمان من ضمن المعالين بيستفيدوا من هذا الضمان. الفئات المهمشة هي ليست من مسؤولية الضمان الاجتماعي وإنما من مسؤولية الدولة، لانه النظام قائم على الاشتراك. حتى نوضح دكتور، حتى نوضح انه نوضح الصوره اكثر، هي اي حد بيشتغل بالضبط اكثر من 15 يوم هو بيستفيد في شهر. صح. هو بيستفيد من الضمان الاجتماعي بحيث انه بيسجل قديش اشتغل 100%. الواحد بيشتغل 5 سنين ترك في له حساب، له رصيد، بضل الرصيد موجود، الرصيد موجود. موجود. خلينا نحكي وبرقمه وبرقمه زي رقم الهويه، زي رقم الهويه له رقم في هذا المؤسسة. قديش هو دفع لمؤسسه الضمان؟ قديش في نهايه الفتره اللي 60 سنه اللي نفترض هي باخذ؟ لا مش بكبول، هذا بيختلف. هنا بيختلف لانه هنا هذا نظام الدي بي لا يعتمد على ما يدفع. نظام الدي بي بحدد لك انت في شو بتستفيد، وبالتالي اللي بتاخذه كمتقاعد ما له علاقه في اللي بتدفعه، وكل الاحصائيات بتثبت. عشان نفهم، خلينا نفهمك. هلا انت مجموع ما بتدفعه انت وصاحب العمل، اذا انا اشتغلت 30 سنه
30 سنة مضمون ما تدفعه أنت كموظف وصاحب العمل. الموظف يدفع 7.5% حسب القانون. 7.5% و8.5% صاحب العمل 8.5% 16%. هدول مجموعهم بغطوا رواتب تقاعدية لتسع سنين فقط. بعد التسع سنين. بعد تسع سنين الصندوق بيدفع لك. ما هو التضامن. هو التضامن والتكافل. الصندوق بده يدفع لك بده يكمل عليهم. يعني واحد مين؟ كان عمره 60 سنة. نعم. تقاعد. نعم. لنفترض معاشه $1,000. نعم. صار بده ياخذ فرضا من ال قديش بياخذ من الصندوق؟ خلينا نحسبها. إذا بيشتغل 40 سنة مثلا 30 سنة بده ياخذ حوالي 56% 56%. يعني بده ياخذ 560 دولار لحد 9 سنين. لا طول عمره. طول عمره. أنا بقول لك الأموال اللي دفعها بتكفي 9 سنين بس. بس طول عمره بضل يقبض. طالما هو عايش بده ياخذ هذا المبلغ أو ورثته. ومربوط بالرقم القياسي للأسعار بالتضخم بيزيد كل سنة حسب نسبة التضخم أولا. جميل. وبعد ما يتوفى إذا له زوجة ما إلها دخل بتاخذ حصتها في جدول موجود في القانون بنص على ذلك. وإذا له أولاد ذكور أو إناث بياخذوا حتى 26 سنة. وإذا له بنت عزباء غير متزوجة بتاخذ حصتها حتى طالما هي عزباء. وإذا تزوجت وطلقت ترجع بتأخذ حصتها من الصندوق. إذا فبالتالي بين 50-60% من لا المبلغ يقسم على الورثة. بعطيك مثلا أنا بحكي واحد يعني كلنا 560 دولار بأخذ ولكن هذا طول عمره. طول عمره طالما هو عايش بأخذ. وإذا توفى المبلغ هذا يقسم على زوجته وأولاده. إذا عنده زوجي واحد تأخذ 50% من 560 والأولاد بأخذ 50% الثانيين. يعني من 560 المبلغ هذا يقسم عليهم عليهم طالما يعني لحد 60 سنه. دكتور هو يعني خلينا نحكي النظام مشان نوضح اكثر شو نظام الضمان الاجتماعي. يعني في احنا عندنا هون معروف والله في التامين الوطني في اسرائيل. خلينا نحكي هيك. نعم. مش هيك؟ نعم. هو شبيه بالتامين نعم. الوطني الضمان الاجتماعي بالاردن. نعم نعم. هو تقريبا هو انا بقول لك بصراحه النظام يعني نظام الضمان الاجتماعي اللي احنا اعتمدناه في فلسطين واللي وقع السيد الرئيس مشكور هو يقع بين التنتين. هو اقل مما هو موجود في اسرائيل واكثر مما هو موجود في الاردن لانه اللي هو اعتمد تجربة دولية واضاف خدمات واضاف منافع. على سبيل المثال منحه العمر. منحه العمر عند تطبيق القانون كل الفئة اللي 45 سنة فما فوق مفروض انها ما تستفدش. بالتالي القانون قال او المشرع قال لا يجوز انك تستفد لحد 55 سنة انتم ايوه. فاعطوها منحة عمر. هذا مش موجود في القانون الاردني. مش موجود ما يسمى بالعمود التكميلي لمن هو دخله عالي اللي هو نظام الدي سي. فبالتالي عمل سيلينج. الاردن وضعوا السقف سنة 2014 يعني من 77 ل 2014 ما كان في سقف. ولهذا السبب تم استغلال النظام لانه النظام في يحمل في طياته فرصة للاستغلال لمن يرغب في استغلال ومن يقدر بالاستغلال. هذه الأمور احنا استفدنا فيها. احنا زرنا الأردن أكثر من مرة كفريق وطني للضمان الاجتماعي واللجنة التوجيهية اللي عملت على أعداد النظام. زرنا الأردن وزرنا أكثر من بلد فتونس والمغرب وعدن واستفدنا من هذه التجارب بحيث أنه بين قوسين اتعلمنا من الأخطاء اللي وقعت فيها هذه الدول واللي هم حذرونا منها. على سبيل المثال الأردن حذرونا بشكل واضح اصحكوا تخلوا مجلس الإدارة يدار من قبل وزير. في الأردن وزير العمل رئيس مجلس الإدارة. وزير العمل في الأردن غير لحد الآن 37 وزير عمل. فكل ما يتغير بده يروح وين؟ بعض وزراء العمل لم يعقد اجتماع لواحد لمجلس الإدارة. فبالتالي يجب أن يكون شخصية مهنية بين قوسين متفرغة متفضية الشغلة. مش وزير عمل أو وزير آخر عنده مليون شغلة. اثنين لما يكون وزير بتكون علاقته في الحكومة وهو جزء من الحكومة وبكون مربوط مع الحكومة في مصالح في تضارب مصالح. ما بيقدر يعني بده يترأس هاي المؤسسة. ممنوع يكون في الحكومة. بالضبط ممنوع يكون في الحكومة وهو شخصية هذا القانون أقره. شخصية مهنية مستقلة مكتوب. عظيم. شخصية مهنية مستقلة هذا رئيس مجلس الإدارة وإضافة إلى 4 من ممثلي الحكومة و4 من ممثلي العمال و4 ممثلين أصحاب العمل وخبير مالي أكاديمي. هم 13 شخص. هذا مجلس الإدارة اللي هو مفروض يدير المؤسسة وهو المجلس الإدارة الذي يعين المدير العام. يعني على سبيل المثال الفرق بين هذا وما موجود في هيئة التقاعد. هيئة التقاعد الفلسطينية المدير العام الرئيس التنفيذي هو يعين من قبل السيد الرئيس. على أن لا يعني مجلس الإدارة بيعين على أن لا يكون من الحكومة. هيك ولا ممكن يكون من الحكومة؟ مهنية مكتوب مهنية مستقلة. هو مكتوب مستقلة معناها مش من الأربعة تبع الحكومة. لا مش الأربعة. لا لا غيرهم. الأربعة بده يكون من التسعة التانيين ولا من التسعة التانيين. مستقل مستقل مستقل. يعني فهمني صحيح. لا
رئيس مجلس الإدارة منصوص عليه في البلد لحاله يجب أن يشون شخصية مهنية مستقلة. عظيم. نقطة أول. إحنا عندك أربعة بيمثلوا الحكومة، أربعة بيمثلوا رجال الأعمال. غير الرئيس. أربعة بيمثلوا. غير الرئيس هذول كلهم. مش هيك؟ غير الرئيس. غير الرئيس. هم بيختاروا رئيس مهني مستقل. مش هم. هم بصير في ترشيح مجلس الوزراء اللي بيرشح. بيرشح مجموعة أشخاص. يعني هذول بيرشح لمجلس الوزراء مجموعة أشخاص ومجلس الوزراء. مجلس مين اللي بيرشح؟ الحكومة بترشح والمجلس الإدارة بيرشح للحكومة؟ لا هذا مش منصوص عليها بالتفصيل. لا مشان إذا الحكومة بترشح معناها الحكومة بتسيطر. لا مثلا ما بحكيش هاي الحكومة ولا الحكومة بعد لا 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 ما لاش علاقة الحكومة. مين يعني لازم ينص عليه القانون مين اللي بيعين رئيس مجلس الإدارة؟ هو اللي أنا مش غلطان يعني النقطة هذه يتم بالتشاور مع أعضاء الممثلين لأنه ممثلين رجال أعمال وممثلين العمال يتم بالتشاور معهم وتنسيب أسماء لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو اللي بيختار. إذا مجلس الإدارة له دور أساسي، مجلس الإدارة بيقر مثلا ممكن هو يقول أنا برشح خمس أشخاص ببعث للحكومة اختار واحد منهم. وخير الحكومة تختار. أما مش الحكومة بتختار خمس وبتقول لكم هذول واحد منهم. لا لا الحكومة الحكومة تعين ممثليها فقط. فقط. اللي هم منصوص عليهم في القانون. وليس مجلس رئيس مجلس الإدارة. لا الحكومة قرار تعيين رئيس مجلس الإدارة من الحكومة. إقراره. الإقرار طبعا القانون. إقرار يعني أيوة. تصديق عليه خلنا نحكي. ما هو أنت بدك دكتور في فرق قانون. بين في فرق. صحيح. أنت قلت أنت قلتوا انتبهتوا لقضية. قلتوا ما بدناش يا يكون وزير أعمال. صحيح. أو وزير. أو أي وزير آخر. أو أي وزير آخر. نعم. بس ممكن أي حكومة في العالم. نعم. تيجي تلتف على الموضوع وتقول والله فلان هيو مستقل بس هو في جيبة الحكومة ما هي هاي يعني في النهاية بتكون موافق. هذا هي العلاقة بالشفافية والعلاقة بالحكم الرشيد والحكومة يعني إحنا. إذا بدك تفترض لا سمح الله إن الحكومة تشتغل غلط تشتغل غلط بس إحنا نفترض إن الحكومة تشتغل مظبوط أنا دكتور دوري أسأل أنت حكيت أنا دوري أسأل صحيح أنت حكيت بدناش حكومة مشان هو بيجتمع منصوص عليه في القانون منصوص عليه في القانون يا أخي ولكن أنت قلت إنه مين بيعين مش منصوص عليه في القانون لا مين لا اللي بيعين مجلس وزراء مجلس وزراء يصادق هو يصدر ولكن التعيين ولكن مين اللي بيرشح لا هذا مش منصوص عليه كمان مش منصوص عليه بظلت معي أنا في بدها توضيح هاي بجوز قضيه التوضيح نعم يعني الحكومه بجوز الحكومه تلتف على الموضوع بجوز رجال الاعمال يلتفوا على الموضوع بجوز العمال ما بعرفش مشان تضمن حق الناس يفترض يكون منصوص عليه في القانون هي كلها في تشاور بالتشاور مع ممثلين اصحاب العمل والعمال طيب بالتشاور مع هدول هاي قصه ولكن انا بدي اسال سؤال اخر انه اللي بتطلع على القانون بلاحظ مجموعة مصطلحات متضاربة مرة بتحكوا تقاعد ومرة ضمان ومرة حماية ومرة رعاية شو هل كلها هذه يمكن زي اللي ما ذكرت في الأول التقاعد هو توفير الدخل عند فقدان الدخل في الحالات التالية لما صير 60 سنة إذا أصبت في إصابة عمل أو توفى المتقاعد في هذه الثلاث حالات التقاعد يوفر الدخل لأنه انقطع الدخل للأسباب هاي الدخل كله ولا 50% نسبة زي منصوص اللي هي بنسبة منصوص عليها حسب كل حالة في أي شيء 100% لا فيش 100% يعني أكثر شيء 60% مكسر حتى في الحكومة 60% 2% عن كل سنة 30 سنة هلأ الضمان الاجتماعي بضيف للحالات اللي ذكرناها اللي هو توفير التأمين الصحي وتوفير الدخل في حالة البطالة يعني شخص بيشتغل ومشترك في هذا النظام صارت ظروف شركته أفلست أو الشركة طردوه قاعد بدور على شغل بده 5-6 شهور مش لاقي شغل تدفع معاشه في خلال هاي البطلة خلال الفترة صندوق البطالة بيدفع معاشه صندوق البطالة اللي تابع للضمان الاجتماعي بس احنا في نظامنا التأمين والبطالة هذول مش هلا راح يطبقوا راح يطبقوا في مرحلة لاحقة لانه كان صعب ان تتخذ قرار انك تطبق 7 تأمينات دفعه واحده وبالتالي كان تطبق لما تيجي تحكي بدي اعمل لنفترض احنا حكينا 7.5% و8.5% لما تيجي تقول بدي اطبق قانون البطاله في دفعه اضافيه طبعا بصير دفعات اضافيه نعم يعني بطاله تامين بطاله اسمه مو بعدين اذا بده يعمل تأمين صحي في تأمين اضافي نعم مش هتكون واضحه طبعا لا مظبوط وممكن توصل 30% من المعاش يعني لا ما هو انا لازم تراعي انت برضه لما انت بدك تقر نظام ضمان اجتماعي يعني عاده في العلم هيك علمونا اذا بدك تقر قانون تقاعد وضمان اجتماعي لازم يستوفي 3 شروط أساسية اولا الاستدامه الماليه بمعنى انه يجب ان يتم ترتيب الاشتراكات والمنافع مع بعض بحيث انه يغطوا بعض 2 لازم تكون الاشتراكات مقدور عليها يعني ما بتيجي تفرض نسب عالية على العمال أو نسب عالية على أصحاب العمل مش شطارة أني أنا أفرض 40% وأعمل نظام لأنه أكيد راح يكون مستدام
ما بتقدر انت تفرض على العمال واصحاب العمل زيادات هائله، فبالتالي النسب لازم تكون مقدور عليها ومقبوله تتناسب مع الوضع الاقتصادي والوضع المالي لهذه المؤسسه او للمشتركين، يعني سواء اصحاب العمل او العمال. وثلاث، الشرط الثالث، يجب ان يتم اداره هذا النظام من قبل اداره مهنيه متخصصه وغير تابعه لاي جهه، لاجل ان تكون فيها تستوفي المعايير الحكم الرشيد والحوكمه. هذول الثلاث شروط يجب ان تتوفر في نظام، اي نظام ضمان اجتماعي يجب ان يقر. واحنا عم نقدر تضمن تلاقي حد مش تابع لحد في البلد هون، كله تابع يعني بقى هذه بس احنا كله تابع لكله يعني، بس طبعا. انت بدك تحكي في النهايه في قانون وفي نظام وفي اصول بدك تتعامل معها. نعم. طيب دكتور، يعني انا بدي اذكر الاخوه المستمعين والمشاهدين انه بامكانهم المساهمه والمشاركه معنا في هذا النقاش، ان كان من خلال الصفحه الخاصه على الفيسبوك او من خلال الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشه. اجانا مجموعه مشاركات دكتور، يعني احد المشاركات بحكي انه هل يشمل قانون ضمان فئات الموظفين العموميين الذين يحصلون على تقاعد من وظيفتهم الحكوميه، وهل الحكومه هي الجهه الضامنه للمشاركه ام جهات مستقله، وما هي نسب التقاعد؟ يعني واحد خلص كان بالحكومه، خلص من الحكومه وراح اشتغل بقطاع خاص مثلا وبده هل بيصير كمان بالضمان؟ هذا في حال اللي القصد معناته انه بيحكي عن شخص تقاعد مبكر في الحكومه مثلاً، عمره 40 سنه واشتغل طبعا بيدخل بصير ياخذ من هون ياخذ من هون طبعا. اي شخص بيدخل في النظام ويدفع اشتراكات بيكون راح ياخذ تقاعد. طيب واحد لنفترض خلينا نحكي اهلنا في القدس، وان شاء الله يعني القدس بتتحرر وهي عاصمه دولتنا، ولكن هم في جزء من اهلنا في القدس او الاغلبيه هم مستفيدين من التامين الوطني في اسرائيل. نعم. هل بيقدروا يكونوا كمان؟ اكيد بيقدروا يكونوا جزء من نظام ضمان اجتماعي الفلسطيني وبيدفع ويشارك، لانه هو حق له هذا، لانه اذا بيشتغل في مؤسسه فلسطينيه فله حق مكتسب، اللي هي الحقوق الماليه حقوق مكتسبه مكافاه نهايه الخدمه. نعم. وما حد بيقدر يمس فيها، والقانون اكد عليها برضه الماده 116 فقره الف واحد، هي بتاكد على انه الحقوق هذه المكتسبه لا يستطيع اي حد المس فيها، كل الحقوق المكتسبه اللي كانت موجوده قبل النظام الضمان الاجتماعي هي تبقى للعمال. هلا عمال اهلنا بالقدس اللي بيشتغلوا هون لهم حقوق، وهي الحقوق تبقى لهم، وبالتالي يستطيعوا ان يشتركوا في النظام وبياخذوا تقاعد، وبياخذوا تقاعد من الضمان الاجتماعي الفلسطيني وبياخذوا تقاعد من التامين الوطني الاسرائيلي، او حتى لو انه بالاردن او بامريكا اي مكان اي مكان. وهذا منصوص عليه كمان في ماده اخرى مش متذكرها، بتقول انه يجوز الجمع بين نظامين تقاعد، يعني ممكن انك تاخذ من نظام الضمان الاجتماعي ومن نظام ثاني طالما انت مشترك فيه، انك انت شاركت وهويتك انك بدرت يعني حقك تحقق واستحقاقك تحقق مجرد ما شاركت واشتركت. طيب يعني هلا فبالتالي هذا يجوز. هلا بالنسبه للنسبه التقاعد ذكرنا يعني انه احنا في عندنا الشريحه الاولى بالقسم الاول من الدخل اللي هي بياخذوا 2% على حد الحد الادنى للاجور، 2% من متوسط اخر راتب اخر 3 سنوات عن كل سنه خدمه، بمعنى ان اذا انت اشتغلت 30 سنه بتاخذ 60% من هذا المبلغ، اذا اشتغلت 10 سنين بتاخذ 20%. بس طبعا 10 سنين بتاخذش، 10 سنين بتاخذش المينيموم 15. طب واحد اشتغل 10 سنين بتاخذ حقك، بتاخذ دفعاتك ودفعات صاحب العمل والعوائد اللي عليها، عوائد سنويه بس تاخذها، بتسمى الدفعه الواحده، بمعنى يعني كانت بتيجي يعني مكافاه. مشان نوضح هاي نقطه مهمه، واحد اشتغل 10 سنوات فقط وبعدين صار عاطل عن العمل بيطلعلوش؟ بيطلع له بس ما بياخذ المبلغ الا لما يوصل 60 سنه، ما هو ممكن عاطل عمل ممكن بعد سنه يشتغل، المؤسسه الضمان الاجتماعي والضمان ما بيقدر يضل يدفع. طيب واحد اشتغل وعمره 50 سنه صار 60، هذا بياخذ تقاعد فقط من 10 سنين؟ لا بياخذ تقاعد من ضمن منحه العمر اللي ذكرناها 20%. لا 30، مش قلنا 50 ل 60 10 2، انت قلت 2% عن كل سنه. خلينا نوضح مره ثانيه، تفضل. حتى تستحق التقاعد لازم تكون مشتغل 15 سنه. انا قلت لك واحد سنة فقط، عشان خليني شيء انا جايك تسمع جايك، حتى تحط لك 15 سنه، ولكن في البدايه لما يطبق النظام، لانه في عندك فئه كبيره من الناس من 45 فما فوق ما بيلحقوش 15 سنه، زينا اللي ختيروا لهم من هون ولا هون زيك. انا عديت بس انت ما عليك يعني. انا بطلع لي شيء فاللي زيك هذول اعطوا ما يسمى منحه، يعني اللي عمره 60 سنه بتقاعد على 65 بدفع 15 سنه، اللي عمره 50 سنه بدفع يعني بدفع 15 بصير ياخذ، بس اللي عمره 55 بدفع 10 سنين فقط اوكي وباخذ 15، يعني وكانه النظام اعطاه
خمس بونس. سنين مجاني بونص، هي اسمها بونس. اسمها منحة العمر، وهي موجودة يمكن مادة 115 إذا أنا مش غلطان أو 114 في القانون اسمها منحة العمر، وهذا اللي مش موجودة ولا في أي نظام ضمان اجتماعي يعني في الأردن مثلا ما موجودة. إحنا دخلنا استفدنا من خبرة التجارب العالمية اللي موجودة، لأنه من يأتي متأخرا يستفيد من أغلاط اللي قبله. فبالتالي في هاي الحالة حتى لو دفع 10 سنين بأخذ على 30 على 15 هذا فقط للمرحلة عند التطبيق، ولكن واللي لاحقاً واللي بيشترك إذا بعد سنتين ثلاث راحت عليه ولكن لاحقاً نفترض إنه بعد خمس سنين شخص دخل عمره 40 سنة على النظام، اشتغل 10 سنين وتعطل عن الشغل، ما المؤسسة والنظام ما بيدفع له المستحق، وإنما بيصبر لعمره 60 سنة. ليش؟ لأنه في نفس الوقت دكتور إنه واحد كان يشتغل خمس أشهرات بتدفعوا له بطالة، بس هذا لما يطبق نظام هذا موجود زي ما حكيت لك في المادة 3 بيكون موجود ان التأمينات اللي بيشملها النظام هي التقاعد والشيخوخة والإصابة والعجز والأمومة والبطالة والتأمين الصحي والدفعات العائلات والتعويض العائلات الفقر. هذول لحد هلا هذا ولا هذول احنا بنطبق ثلاثة اللي هم التقاعد في حالة الشيخوخة والإصابات العمل والأمومة والبقية خلال قديش الفترة مكتوب انه على ضوء التشريعات الجديدة، بدون تشريعات جديدة ويتم مش محدد بدة، وبشرط انه ما تزيدش عن مبلغ معين يعني كمان هذا الحكي بصير في النقاش يا اخي ماهر. انت لما بدك تطرح مشروع زي ما حكينا ما بجوز انك تطرح مشروع تزيد العبء المالي على الناس على الموظفين. هلا الموظف بيدفع ضريبة اوكي، لا يمكن الحمد لله ضريبة الدخل عندنا كريمة وبالتالي فيها عندنا كفاءة 3000 شكل معفاة من الضريبة، فبالتالي عكس قليل اللي بدفع ضريبة أكثر يعني لأنه الأغلبية العظمى راتب أقل من 3000 شكل. بس إذا بده يدفع ضريبة وبده يدفع تأمين صحي وبده يدفع ضمان اجتماعي بدك أنت تدير بالك بحيث إنه هذا الربع ما يكونش عالي جدا. على سبيل المثال في إسرائيل 41%، في إسرائيل الموظف بيدفع 41%، وإذا قريت الأسبوع الماضي كان مكتوب راتب نتنياهو اللي هو 48,000 شكل الصافي بصفي 17,000 شكل. ليش؟ لأنه بيدفعوا. في الدول الاسكندنافية اللي بتقدم قدر عالي جدا من الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية الموظف بيدفع 51% من راتبه لهذا المستحقات، بوصل 56 و57 و58. بس احنا في مجتمعاتنا هذا غير لكن وارد، لكن حسب الدخل يعني هو حسب الدخل، بس هذا في مجتمعاتنا غير وارد. فبالتالي يجب تكون النسبة، لأنه متوسط الدخل متدني عندنا، فبالتالي يجب تكون نسبة العبء الضريبي اللي بنسميه أو العبء المالي يجب يكون متدني ومقدور عليه. لأنه زي ما حكيت لك مش شطارة مني أني أنا أفرض في فلسطين أطلب جباية 40% مشان أعمل ضمان اجتماعي، أكيد بعمله لأنه 40% مبلغ عالي جدا، بس ما حدش بيقدر يدفع. لا صاحب العمل بيقدر يتحمل 20% ولا العامل بيقدر يتحمل 20%. هذه مسؤولية الدولة. هلا كل الأنظمة والقوانين وين بتروح؟ على الدولة. الدولة في مجلس الوزراء يجب أن يناقش هذه القوانين ويتأكد أن هاي منسجمة مع السياسة الاقتصادية والمالية اللي بتقرها البلد يباش عليها البلد. يعني القوانين الحمد لله اللي بقرها هو لا 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 الحكومات، وبالتالي يجب أن هذا العبء يجب تكون القوانين بتقدمها الحكومات واللي بقرها المجلس التشريعي طبعا. أنا قصدي يعني ما هو ما هل عرض على المجلس التشريعي هذا القانون يعني على أعضاء أنا المجلس التشريعي؟ لا هو يعني مر في الأمور اللي قنالب مش عادة فيها القانون أمر بقرار بقانون، ولكن أنا اللي زي قريت وأنا ما شاركت، بس زي ما قريت إنه اللجنة الاجتماعية في المجلس التشريعي ناقشت هذا القانون بلحالها. يعني أنا كشخص في اللجنة التوجيهية وفي لجنة الصياغة ما حد حكي معي في هذا الموضوع، بس أنا قريت في الصحافة. بس هذا ما هو الأسلوب اللي يعني الآلية المتابعة في الوقت الحاضر من 2007، إنه القوانين هاي الضرورية تطلع بقرار من السيد الرئيس وتعرض على المجلس التشريعي، وهذا مكتوب في القانون على فكرة. آخر مادة مكتوب أيضا في غزة طبعا، هذا يطبق على كده كامل الضفة الغربية وغزة. سؤال كثير شكرا نعم. كثير مهم، لأنه أكثر من حد قال إنه هذا القانون للضفة فقط. لا، هذا قانون لفلسطين وليس للضفة، هو قانون لكافي الفلسطينيين. ومش بس هيك أسأل أهلنا في الخارج في الشتات بالضبط. هذا أخذت مني عمر يعني أطول من عمر هاي الفلاحين. حتى الأهل في الخارج موجود في مادة الضمان للمؤسسة، المؤسسة المادة 11 بتقول بأنه تتولى المؤسسة متابعة حقوق العاملين خارج الاقتصاد الإسرائيلي خارج فلسطين، بما فيهم العمال اللي في إسرائيل وبما فيهم العمال اللي في الخارج. ويستطيع الالتحاق في النظام. هاي قصة بدي هاي قصة رح أرجع لك فيها، اللي هي اللي بيشتغلوا في إسرائيل رح أرجع للموضوع هذا، العاملين في إسرائيل وفي الخارج والخارج. ولكن قبل نعم. الأخ المتصل وأنا كنت أحد الأسئلة اللي بدي أسألها وهو موضوع إلزامية الضمان نعم. بمعنى في الأردن هو إلزامي على الجميع، اللي ما بدفع ما يطلع لهش إشي نعم.
وفي قوانين تسن مشان يعني مشان تاخذ قوانين ولوائح طبعا الى اي مدى في عندهم قوانين والزام للشركات انه لانه هو عمليا من مصلحه الموظفين طبعا صح بتقتطع منه 7.5% ولكن طبعًا. انت بتحط له كمان قدمه اكثر شوي من قبل صاحب العمل فبالتالي يفترض انه هي هل هي الزاميه ولا هي ايش هل القانون انا نص كده انا مش غلطان برضه في الماده 4 نص بيكون بانه هو الزامي على جميع الفئات التاليه على كل من يحمل وفق قانون العمل باتفاق شفوي او خطي ويعمل اكثر من 15 يوم فهو ملزم الشركه ملزمه ان تسجله وهي من صلاحيه من مسؤوليه الشركه والشركة إذا ما سجلت تتحمل مسؤولية في بند العقوبات اللي هو آخر بند تقريبا في القانون بحدد العقوبات اللي لازم يتحملها صاحب العمل إذا لم يكن بتسجيل هذا الموظف اختياري يستطيع الالتحاق بهذا كل من يعمل لحسابه محامين مهندسين أطباء مزارعين سائق تاكسي شوفير تاكسي شوفير باص ربة بيت هذول كل من يعمل لحسابه بيدخل اختياري فبطلع وبحدد شريحة الدخل اللي بده إياها بروح على المؤسسة بيعمل اتفاقية مع المؤسسة بيقول له إن أنا مهندس بدي أدفع 100 ليرة بالشهر أنا لا مش 100 ليرة أنا دخلي 5000 دينار بدي أدفع 5000 دينار ليش؟ لأنه 5000 دينار هذول تعتمد لما تدفع للتقاعد يعني أنا بدي أدفع كنسبة منهم لما بتقاعد نعم. فالدخل اللي أنت بتدفع منه اشتراكات منه أو عليه بتاخد تقاعد نعم. مشان يكون في انصاف لانه ما بصير اني انا اخذ منك على دخل واعطيك على دخل اقل هذا من ضمن المبادئ الاساسيه اللي حددها القانون حدد نفسه في الماده 2 بيقول انه توفير التامينات الاجتماعيه ضمن مبادئ الانصاف والشفافيه والعداله والاستدامه الماليه وبالتالي كمان القانون الضمان الاجتماعي يجب لما بدنا نحاكمه اليوم ولا بكره ونحاكم القائمين عليه كمؤسسه ضمان اجتماعي بدنا نحاكمهم انطلاقا من الماده رقم 2 اللي هي أهداف القانون اللي القانون حدد لنفسه هذه الأهداف فبالتالي تفضل يا قانون مدام أنك حددت لنفسك هذه الأهداف بدي أشوف إلى أي مدى أنت طبقتها طيب. ما بصير أني أنا أحاكم القانون على أهداف غير ما بدوش إياها مثلا ما بصير أحاكم اليوم على البطالة هو مش مرتين اليوم بطالة ما بصير أقول له أنت قانون فاشل لأنك أنت ما حققت ما دفعتش تأمين بطالة ما أنا بقول لك بالأول أني اليوم أنا مش رح تأمين بطالة تأمين البطالة رح أعمله في مرحلة لاحقة طيب عظيم هلأ اللي خلينا نحكي بداية على الأقل الآن في عنا أكثر من 100,000 عامل في إسرائيل بيشتغلوا وعم بيزيد العدد ويمكن وصل أكثر من هيك بكثير إسرائيل تقوم بخصم وقت يعني الشركات الإسرائيلية بتقتطع على على العمال تأمين الوطني تأمين الوطني وتأمين ولكن لا يستفيد منه قديش أنتوا هل في اتصال مع الجهات الإسرائيلية وليكون هناك يعني إلزام لها تعيد هذا المستحق هذا الموضوع شائك ويعولج في اتفاقية باريس الاقتصادية فاتفاقية باريس الاقتصادية من ضمن المواضيع التقاعد يعني احدى المواضيع اللي عولجت وتم التفاوض عليها في باريس اللي هي تقاعد العاملين في القطاع مع الإدارة المدنية سواء في الضفة او في غزة وتقاعد العمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا في الاقتصاد الاسرائيلي هلا اللي كل من كان يعمل مع القطاع مع الإدارة المدنية اللي حوالي 3800 موظف في قطاع غزة كانوا بيشتغلوا ضمن ما يسمى بالتأمين قانون التأمين والمعاشات المصري وكان يوجد لهم صندوق زي الصندوق اللي بنحكي عنه او زي هيئة التقاعد الحالية وبالتالي كان مرصود فيه حوالي 70 مليون دولار فرأسا كان الاتفاق انه مجرد ما تأسست السلطة يتحول 70 مليون دولار لهذه الأموال وحولت فعلا الى صندوق هيئة التقاعد الفلسطينية العاملين في القطاع العام في الضفة الغربية اللي كانوا 18,000 موظف ما كان في لهم صندوق كانوا بيشتغلوا حسب نظام الأردن اللي نسمى نظام 2% فكان الموظف يخصم يدفع 2% وتنتهي بقى 2% ايرادات غير عادية للخزينة والخزينة تتحمل التقاعد خزينة إسرائيل اللي هو في حين خزينة إسرائيل نعم. فكان إسرائيل موقفهم قانونا طبعا احنا احتجينا وصارت في مشاكل يعني الأخري مش هذا الموضوع بس كان واقفهم قانونا احنا ما في صندوق نعطيك إياه انت بصفتك حاكم تستلم انت آخر نقطة الإسرائيليين فيما يتعلق بالإسرائيليين الإسرائيل ما هو موجود في إسرائيل هي حقوق فردية وزي ما حكينا بدنا نختلف بين النظام المنافع المحددة والمساهمات المحددة المنافع المحددة هو صندوق تضامني يعني انت بتوطط اللي بيطلع عليك بتحطه بالصندوق واللي بيطلع لك بتاخده لا يوجد ربط بين هاي وهاي بينما في الدي سي هو نظام فردي فبالتالي انت لك الحق كل اللي بتحطه انت بالفلوس بتدفعه انت صاحب هذا لك وهذا المبلغ يورث
في إسرائيل هو نظام فردي. فإسرائيل كان واضح في الاتفاقية أنه في الوقت اللي في فلسطين تؤسس مؤسسة ضمان اجتماعي تقوم على الأساس الفردي فهم مستعدين حول هذه المبالغ. وهلا هون هلا بعد ما تأسس هذه المؤسسة وتتعمل البيلر الدي بي والدي سي راح يصير في اتصال مع الإسرائيليين من خلال المؤسسة الدولية. كثير مهم دكتور. طبعاً يعني أنت بتحكي عن مليارات. مليارات الشواكل. الشواكل. أيوة. يعني أو مليارات دولارات يعني عملياً. بغض النظر من أجل تحصيل حقوق الناس. حقوق اللي هي السابقة اللي هي. السابقة والحالية. والحالية. هلا مع الأسف في كثير من العمال لأنه بسبب عدم وجود هذا الترتيب، وأنا بقول لك إحنا السلطة قصرنا في هذا الموضوع، كان لازم عملنا قبل فترة نظام قائم على الدي سي مشان نجيب الفلوس للشباب جماعتنا اللي موجودين العمال في إسرائيل. هلا لأنه ما في هذا النظام ولأنه عدد كبير من العمال بده فلوسه اضطر إنه يتعامل مع مكاتب محاماة، وبالتالي بروح وهذا تأكيد على أنه الطابع الفردي، بروح على المحامي بيعطيه وكالة، بروح المحامي بروح على التأمين الوطني، بروح على وزارة المالية، على فكرة الأموال موجودة في وزارة المالية في بنك ديسكونت المبالغ موجودة، بروح على وزارة المالية وبأخذ حقه مقابل نسبة 30-40% اللي بأخذها المحامي من الفلوس. فبالتالي عدد كبير من العمال مع الأسف الشديد يوفر رحمهم الله يحتاج إلى يعني هذا بده شغل، بده شغل وجهد وربما تدخل مؤسسات دولية. يرحم والديك، أنا بدي أحب مؤسسات دولية، لازم مؤسسات دولية تأكد وتضغط مش وتأكد إنه هذا موضوع فردي، ويتأكدوا إنه الأموال بتروح للأفراد وليس بالبول وليس بالبركة. يعني إسرائيليين بيقول لك لا أنا ما بنقدر أعطيك الفلوس أنت تصرفها كده. طيب يعني هل هذا الحكي بيعني إنه إحنا إنه بنحكي عن قطاع واسع من العمال والموظفين اللي بيشتغلوا في إسرائيل؟ هل بنحكي هون إنه لما تتأسس لما تباشر المؤسسة بالعمل رح يكون في كمان إلزام لهذول العمال؟ لا مش إلزام، هذا مش إلزام، اختياري. 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 مش هيضمن حقه. العامل بيضمن حقه. أنت بتعطيه حق إنك تيجي عندي تسجل عندي. شايف كيف؟ وطيني إلى مستحقاتك وأنا بتابع لك حقوقك وبجبل لك إياها. وهي على أساس بدها اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية، بين الحكومة الإسرائيلية على أساس بين الحكومة الإسرائيلية وبين المؤسسة وبين المؤسسة أو السلطة يعني اللي بيمثل هون الحكومة تمثل هون السلطة طبعاً وبرعاية دولية، بكون برعاية دولية يعني هل هذا ينطبق على الموظفين الفلسطينيين بيطلعوا إعارات مثلاً أو بيطلعوا يشتغلوا سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة في الإعارات؟ هو بظل موظف، هو الإعار اللي بيطلعوا واحد بيشتغل في الأردن الآن هذا ينطبق على جميع من يعمل في الخارج ويرغب بالالتحاق. هو موجود، هو اختياري. اختياري طبعا. يستطيع أي حد أي فلسطيني أن ينتسب إلى النظام اختياري، بيكون بعملية واحدة فقط، ببلغ المؤسسة ويتفق مع المؤسسة على الشريحة الدخل اللي بده يدخل فيها. نعم. وبيلتزم بالدفعات. نعم. إذا ما التزم بالدفعات فش بروح. طالما هو ملتزم في الدفعات له الحق أن يستفيد من المنافع. وأنا بدي أحب أركز على منفعة، يمكن لأنه الوقت بأخذنا أخي. نعم. المنفعة كثير مهمة ما حكينا عنها، اللي منفعة الإصابة العجز والوفاة. يعني النظام طبيعته التضامنية والتكافلية كثير عالية جدا، لدرجة أنه توفر راتب تقاعدي له ولورثته إذا توفى، حتى ولو اشتغل بس يكون مسجل سنتين. نعم. فقط. دكتور يعني عذرا انتهى الوقت المخصص للبرنامج لانه احنا اكثر من مؤسسة. موضوع كبير وبده اكثر من حلقة. موضوع جدا مهم تسليط الضوء عليه. صحيح. احنا بنحكي انه هذا القانون تم اقراره رسميا، هذا القانون حسب حديث الدكتور عاطف بده سنة لسنتين على الاقل حتى يباشر، ولكن هو الزامي. هو الزام بس لا، السنة وسنتين من اجل استكمال تأسيس المؤسسة. المؤسسة والمباشرة في العمل، وبالتالي سيكون الزامي للجميع. الفترة السابقة قضية ما لك علاقة فيها، ولكن الفترة اللاحقة فترة الزامية تلزم كل شركة وكل مؤسسة فلسطينية الاشتراك فيها. للحديث بقية دكتور، موضوع شائك شائك وطويل ومهم، وبيستحق الحق الصحيح انه يتم التركيز. نعم. عليه، لانه عملية التوعية وعملية التوعية المالية والتثقيف التقاضي عملية كثير مهمة واساس لنجاح هذا النظام. شكرا لك دكتور، وشكرا لكم اعزائي المستمعين والمشاهدين، الى اللقاء في حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.